الالتزام والمنزل تصرف واعي. Salut mes amis, Covid-19 est un virus qui tue. Il faut donc conseil pour se protéger. Lavez bien les mains. Comme ça. Regardez. سلام أصدقائي، من أجل تفادي الإصابة بفيروس كورونا يجب علينا تجنب التجمعات واغتنام الحجر الصحي في قراءة القرآن والاستغفار والمراجعة. شكرا أصدقائي. أن نغسل يدينا جيدا، أن نستغل الحجر المنزلي في قراءة القصص وحفظ القرآن، من الحجر الصحي في مراجعة الدروس وحفظ القرآن. خاصتي شيفو. بس فيروس كورونا أجري لي فصل بشوانا بالصابون وتنصرارة غوصيوين أي دوكالي حضرة سيما جوان كون ويفضي لبزيين وسكا أتخرج من العلاج. أصدقائي أنتم شباب المستقبل، أغسل يدي بالماء والصابون ولا ألمس الأشياء. شكرا لكم. N'hésitez pas à s'abonner, partager au maximum. Salam l'équipe et bon courage.